اسمي خواطر محمد الحمادي، عمري 28 سنة، تخصص إدارة استراتيجية وقيادة ماستر، وأعمل كأخصائي اتصال رقمي في إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة. انضميت للوزارة سنة 2017 شهر 11، يعني الحين أنا كملت 6 سنوات. مهامي الوظيفية هي متابعة والإشراف على كل قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، ومجموعها 6 قنوات، بالإضافة إلى ذلك التواصل مع مؤثري قنوات التواصل الاجتماعي سواء كانوا عرب أو أجانب. غير هذا التغطيات والتصوير للفعاليات اللي تحصل سواء داخل الوزارة أو الفعاليات اللي نسويها برا الوزارة، أو نغطي الستوري ويكون تصوير لايف. التحديات اللي نواجهها طبعاً مثل ما نعرف أن التكنولوجيا في سرعة تمشي بسرعة، فنحن لازم نمشي على سرعتها ونواكب التطورات اللي تستوي. فنحن عشان نواجه هذا التحدي سنوياً نقوم بدراسة لفئاتنا المستهدفة، الألغوريثمز اللي تكون في قنوات التواصل الاجتماعي، شو الأكثر رواجاً حصلنا عليه كمحتوى ولا كنوع محتوى، وبناء على هذا التحليل نسوي استراتيجية حق السنة اللي بعدها بحيث أن نطور من الوصول وزيادة وعي المتابعين عندنا. بعد طموحي المستقبلي أكيد أنا حابة أني أتقدم لو خطوة قدام من كل النواحي، سواء كانت عملية ولا علمية ولا كانت حتى شخصية. أهم شيء أن الواحد يطور نفسه أول بأول ويشوف التغيير في نفسه وحتى على المجتمع، وأهم شيء أنه يكون لي بصمة حلوة والناس يذكروني بالخير.